مرحبا. النيابة العامة توجه تهما ل13 شخصا من المشمولين في التحقيق حول قضايا الفساد. رئيس الجمهورية يلتقي وفدا من المكتب التنفيذي لهيئة العلماء الموريتانيين. السيدة الأولى تشارك عن بعد في فعاليات احتفاء الإسيسكو بعام المرأة في الرباط. أهلا بكم. قررت النيابة العامة متابعة 13 شخصا من بين المشتبه بهم في قضايا الفساد المنبثقة عن ملف التحقيق البرلماني، ووجهت لهم تهما مفصلة من بينها تمديد ممتلكات الدولة والإذراء غير المشروع. وكشفت النيابة في بيان لها أن الأموال التي تم اكتشافها وتجميدها في هذا الإطار تجاوزت حتى الآن 41 مليار أوقية قديم. التقى رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني اليوم وفدا من المكتب التنفيذي لهيئة العلماء الموريتانيين التي شهدت اندماج عدة هيئات للعلماء والأئمة داخل تشكيلتها الجديدة. صرح الأمين العام للهيئة الشيخ الصالح بأن اللقاء مع رئيس الجمهورية تطرق إلى عدد من القضايا المطروحة والمطالب التي تعهد الرئيس بتلبيتها. شاركت السيدة الأولى مريم الداهي اليوم عن بعد في افتتاح فعاليات عام المرأة الذي أطلقته الإسيسكو تحت شعار المرأة والمستقبل، ويشمل مبادرات ومشاريع لدعم الفتيات والنساء. وشهدت الفعالية المنتظمة بالرباط كذلك مشاركة حرم الرئيس المصري انتصار السيسي إلى جانب قيادات نسائية بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. أعلن والي نواكشوط الشمالية سيما مادو كوديل اعتماد رقم مجاني لاستقبال الشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ضمن إجراءات أمنية جديدة على مستوى الولاية. وأكد الوالي أن أبواب الولاية مفتوحة دائما للجميع، مطالبا بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية وإبلاغها عن كل ما يمس أمن وسلامة المواطنين. عز رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني اليوم في برقية نظيره الإيفواري الحسن وترا في وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار حامد باكايوكو. وتوفي باكايوكو مساء أمس في مستشفى بمدينة فرايبورغ الألمانية، حيث كان يتلقى العلاج من مرض السرطان. إلى اللقاء.